المحليات الأصايل، وهنا هملولة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع أحمد بن سلطان بن رشيد في التضمير، وعلى المركز الثاني الشاهنية لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم بن جمعان المكتوم مع سعيد بن سالم لي نبي في التضمير، وعلى المركز الثالث تأتينا الشاهنية سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع سعيد بن عبيد بن مرشد في التضمير، وعلى المركز الرابع تأتينا هنا نشوة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راهب بن سعيد المكتوب مع مطار بن لاحج الهايري، ولكن وصلت صوغة من هجن العاصفة مع حمد بن راهب بن حمد بن غدير، وهنا الشاهينية لسعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم الثاني سالم بن عامر المدهوشي في التضمير، وعلى المركز السابع مزنة لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم مع نابت بن سلطان بن رشيد القتبي في تضمير. هالمركز الثامن سلهودة من هجن العاصفة، وتاسع المراكز البنكة ايضا من هجن العاصفة بقيادة الوافقي حمد بن راشد بن حمد بن غدير، وعلى المركز العاشر تأتينا هنا من غيرت على الصدارة على المقدمة على المركز الاول. تهانينا للمرة الثالثة او للمرة الرابعة في هذا المساء ولسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، تهانينا على هذا الانتاج الجميل انتاج الريد، تهانينا لاحمد بن سلطان بن رشيد. هو المركز الثاني تأتينا العاصفة، والمركز الثالث أيضا هجن العاصفة، المركز الرابع سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راهب بن مكتوم، خامسا هجن العاصفة، سادسا لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم مكتوم، سابعا لسمو الشيخ المر بن مكتوم بن جمعان مكتوم، ثامنا لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم. نعود إلى التوقيت الزمني هنا وإنتاج الصفاء من أيضا انتزعت الفوز والناموس وسلالة الحذر بست دقائق 16 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم، تهانينا لأحمد بن سلطان.